زوجها قتلها قدام أولادها. لحظة وصول جثمان ربة منزل قتلت على يد زوجها في محافظة الشرقية. لحظة وصولها الآن إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة. الجماعة اللي مش هتفضل يا جماعة يفضل. إما الناس تفضل أول. إنا لله وإنا إليه راجعون. متابعينا الأعزاء في كل مكان، استيقظت محافظة الشرقية صباح اليوم على فاجعة، وهي مقتل سيدة على يد زوجها، تحديدا في قرية سنجها أو الشعراء التابعة لنطاق مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، إثر طعنة نافذة بالصدر. السيدة قتلت أمام أبنائها الثلاثة الصغار. إنا لله وإنا إليه راجعون. على الله ربكم واعذروا من الدعاء بشرونكم.
فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد صلى صلاة مودع. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استقيموا واستووا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Thank you.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ناس عايزين تطلع بسام يا شيخ. بسام ناس عايزين.